باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كنت بكلمكم المره اللي فاتت عن العوائق الروحيه اللي بتقف ضد الانسان في طريق الروح، وعايز اتكلم النهارده عن عائق من هذه العوائق ايضا مشهور جدا، وهو التأخير او التأجيل. التأخير او التأجيل، الحياة الروحية لا يصلح لها التأخير ولا التأجيل، حتى في الحياة الاجتماعية اللي هي اقل مستوى من الروحيات التأخير مش مظبوط. يعني مش بس انك تعمل الخير، لكن لازم لا تتأخر في عمل الخير. مش بس انك تبعد عن الخطأ او الشر، وانما ما تتأخرش في الابتعاد عن الخطأ او الشر. يعني خدوا مثلا في التأخير في النواحي الاجتماعية، تدي ميعاد لحد وتتأخر فيه يتعب منك، تدي وعد لإنسان وتتأخر في تنفيذ الوعد أو العهد يتعب منك. حتى الكتاب المقدس كان يأمر بعدم تأخير أجرة العامل لأنه محتاج لهذه الأجرة، فلا تؤخرها بالنسبة له. وأيضا يقول لا تؤجل عمل الخير إلى غد حين يكون في طاقتك اليوم أن تعمله. ما يجيش واحد يقول لك عايز مساعدة تقول له تعال لي بكرة أو الأسبوع الجاي، لأنك لا تضمن ظروفه في هذا التأخير ونفسيته وتعبه ومشاكله واحتياجه. وساعات واحد يقول أنا عملت لكن عمل متأخرا، والتأخير بتاعه سبب مشاكل. بل حتى مثلا التأخير في تقديم واجب عزاء او مجاملة بيتعب جدا الناس من هذا الامر، وساعات ينتبهوا ويقولوا فلان اول واحد جه جاملنا، اول واحد قال لنا البيع في حياتكم، وانت يمر اسبوع اسبوعين ثلاثة وبعدين تيجي تقول البيع في حياتكم بتفقد قيمتها وبتفقد طعمها، ويردوا عليك في برود وكأنك ما قلتش حاجة. اذا لا يجوز اطلاقا انك انت تتأخر في تقديم مجاملة سواء تهنئة في فرح او عزاء في انتقال شخص، او التأخر في السؤال عن مريض مثلا يقول لك انا عيان بقالي ثلاث اسابيع ومحدش فيكو سأل فيا. سواء كان هذا التأخير من صديق او زميل او جار، او كان التأخير من الاب الكاهن نفسه ويعاتبه بشدة، ازاي يا ابونا ما فزتش علينا، ازاي انا مريض المدة دي كلها وانت ولا كأنك هنا. ولهذا كان الاسقف دائما شماسه او الاسيس شماسه يخبره بالحالات اول باول. او مثل انسان اتأخر في الاعترافات وما جاش بقاله مدة، والكاهن ما سألش قال له ليه يا ابني اتأخرت المدة دي، ما سألش عليه او اتأخر في السؤال عليه، جايز تأخيره في السؤال عليه
على بال ما يسأل عليه يكون الحكاية شطبت. فليس فقط ان الواحد يعمل الخير، انما لا يتأخر في اداؤه اطلاقا. ياما كتير من بنات يقولوا لنا عايزين نترهبن ورفضونا، ليه؟ سننا كبر. طب واتأخرتوا ليه؟ ليه ما رحتوش في الميعاد وانتوا صغيرين؟ ليه استنيتوا لما جه السن المرفوض؟ حتى التأخير في الزواج، واحد يخطب واحدة وستة سنتين ثلاثة أربعة لما تزهق وتقول يا ترى الحكاية هتتم ولا ما تتمش. دايما التأخير بيكون شيء مسعد للنفوس. انا لغاية دلوقتي بتكلم عن العلاقات بين الناس وبعضيها، ما دخلناش في العلاقة مع ربنا، ده لسه موضوع جاي بعدين. التأخير في تعليم الأولاد وفي تربيتهم العيل وهو صغير بيكون متقبل المعلومات ومتقبل التربية، وبيكون زي العجينة في ايديك تشكله زي ما انت عايز. فلما تتأخر في تربيته بعد كده جايز ما تعرفش تحكمه، ما تعرفش ايه تحكمه. ولذلك الاهتمام بالاطفال في طفولتهم في السن الصغير الذي يتقبل النصح والمعلومات والتربية شيء واجب ولازم. جايز انت تتأخر في تعليمه يلقط التعليم من حتة تانية. تتأخر في اعطائه المبادئ السليمة تجيله مبادئ خاطئة من مصادر اخرى، وعلى بال ما تخش في تربيته وتلاقي الحكاية ارتبكت وتعقدت. وهكذا علينا واجب خطير في تعليم الاطفال. ومدارس الاحد مفروض تكون جادة في هذا الامر، والاباء والامهات يكونوا جادين في هذا الامر. في سن بيقدر الطفل يحفظ فيها لان ذاكرته لسه ما اتملتش وما اتشحنتش بمعلومات فوق طاقتها، فكل حاجة بيحفظها بسرعة. اذا اتأخرت في تحفيظه هيجي وقت يقول لك مش فاضي، ما عنديش وقت، او المعلومات ما تخشش مظبوط. ده حتى التأخير في الرد على خطاب يتعب. التأخير في الرد حتى على تليفون، يقول لك يمر عليك اسبوع مش قادر ترفع السماعة وتقول لي كلمة، ويعني مش هتتكلف حاجة. لكن دايما التأخير بيعمل مشاكل، وجايز في حاجة مش عايزة رد غير كلمتين، لكن الكلمتين يتأخروا فيعملوا مشاكل. حاجة تانية بتعمل مشاكل كبيرة جدا في تأخيرها، التأخير في الاعتذار والتأخير في المصالحة. يعني لما تغلط في واحد غلطة وبسرعة تعتذر الاثر بتاعها بيروح، لكن لما تتأخر في الاعتذار تلاقي الاهانة ثبتت في ذاكرته في مشاعره في قلبه، وبعد كده جايز لما تيجي تصطلح بعد مدة تلاقي مفيش قبول، تلاقي القلب بدأ يشتد وينشف ويقسو بسبب التأخير. يقول لك فلان عارف ان انا زعلان وما يسألش وما يسألش ما يهتمش، يعني خصوصا في المشاكل الزوجية. ف
تحصل زعلة بين الرجل ومراته، مفروض زي ما بيقول الكتاب لا تغرب الشمس على غيظكم، مش ممكن يبات وفي زعلة، لازم يصلحوا بسرعة. او الست تروح بيت ابوها ويسيبها اسبوع اسبوعين شهر شهرين، ده لما يجي يصالحها بعد كده يبقى صلحه رخيص وجايز لا يقبل، لان في المدة دي يقول التأخير يدل على عدم اهتمام، على عدم مراعاة المشاعر، على قلة في الحب وقلة في الحرص على احساسات الناس. اوعى تفتكر انك انت عملت الخير وبس، لا، لازم تعمله في وقته المناسب وبسرعة ولا تتأخر. كثير من الناس سببوا لنفسهم مشاكل وسببوا لغيرهم مشاكل لأنهم اتأخروا. حتى في الحياة الروحية مفروض الإنسان لا يتأخر. يقول اذكر خالقك في ايام شبابك قبل ان تأتي السنون، وتقول ليس لي رجاء. اغسطينوس اتعمد في سن 30 تقريبا، يعني تاب في حوالي هذه السن، ولذلك كتب في اعترافاته يقول لله تأخرت كثيرا في حبك، تأخرت كثيرا في حبك أيها الجمال الفائق الوصف. قال له تأخرت في تقديم محبة ليك، وطبعا في هذا التأخير فقد المتعة مع الله في هذه السن، وفقد الحياة الروحية. في ناس لما بيتأخروا ما بيقدروش يتوبوا، يبقى نيجي برضو ونقول التأخير في التوبة. التوبة ما يصحش انسان يتأخر فيها ابدا، لان اذا اتأخر فيها جايز تتحول الخطية الى طبعة او الى عادة وترسخ في القلب، ويصبح من الصعب تركها. دايما معالجة الشيء في الابتداء يكون سهل، لكن لما بيتأخر بيبقى صعب. يعني ولد مثلا يشرب سيجارة، لو على طول بسرعة ساب الحكاية دي تبقى سهلة عليه، لكن لو يستمر فيها ويتأخر يقول طب نبطلها بعد شوية، ما يضمنش بعد شوية يقدر يبطل. في مسائل عايزة بث من وقتها وتأخرها يضيعها. اللسان والألفاظ، لو الواحد اتأخر في تدريب نفسه على الكلمة الطيبة جايز في بعض أوقات يقول كلام غلط دون ان يقصد، اتعود ان يقول الالفاظ دي، لا اتعاد عنه. كمان التأخير في التوبة بيعطي فرصة للشيطان انه يتدخل ويعقد ويقدم عراقيل جديدة. والتأخير في التوبة ايضا بيسبب ارتباطات يبقى من الصعب الانفكاك منه. عايز الانسان ينتصر على المعطلات الخارجية ولا يؤجل فيقدم تعطيلات جديدة وجديدة لغاية لما الامور تكبر وتبقى صعبة. خذوا مثلا الابن الضال،
قال اقوم الان، هقوم الان واذهب الى ابي. وقام فعلا، ولو ما كانش ذهب في تلك اللحظة جايز كان الشيطان غير فكره وما راحش خالص. زي في لكس الوالي لما اتكلم بولس عن البر والدينونة والتعفف ارتعد في لكس، ولكن ما استغلش الفرصة وضاعت الفرصة، ومحدش قال ان في لكس تاب او امن. ونفس اغريباس الملك قال له بقليل تقنعني ان اصير مسيحية، ولكن ما استغلش الفرصة واجل وضاعت. التأجيل احيانا يضيع الفرصة المتاحة امام الانسان، ويضيع الحماس الموجود، ويبرد الحرارة الداخلية الموجودة للتأجيل للتأخير. دايما حتى المثل يقول خدها في حموتها، خدها ايه في حموتها. زي واحد يحضر عظة وبعدين يتأثر جدا ويقول لازم اعمل، ويخرج وما يعملش ويأجل وينسى، ويبص يلاقي التأثير بتاع العظة راح وبرد وما بقاش موجود، بل جايز ينسى العظة كلها من اولها لاخرها، مش بس التأثير كله. ففي امور عايزة بس في اللحظة اللي الواحد فيه، ما يقولش بعدين. انت تضمن الدقيقة اللي انت فيها، لكن ما تضمنش الساعة الجاية، ما تضمنش بكرة. بكرة ليه حروبه اللي انت ما تعرفهاش، والساعة الجاية ليها حروبها اللي انت ما تعرفهاش، لكن انت تضمن الدقيقة اللي انت فيه. عذراء النشيد قرع الرب على بابها وتأثرت وتكاسلت. تأثرت في الأول، الصوت حبيبي هو زاءات قافر على الجبال وقافز على التلال، وتأثرت من الكلام، لكن تأخرت في التنفيذ. ماذا كانت النتيجة؟ قالت حبيبي تحول وعبر، طلبت فما وجدت، دعوت فما أجابني. انتوا فكركم كل الفرص المتاحة دلوقتي ممكن تبقى متاحة بكرة؟ تضمنوش، ما تضمنوش. استغل كل فرصة تكون موجودة معاك، مش بس تستغل الفرصة، تستغل عمل النعمة المعروض عليك، لألا بسبب التكاسل وبسبب التأخر يحصل نوع من التخلي. ربنا يلاقيك كسلان أو بارد في مشاعرك سيسيبك، تخلي جزئي لغاية لما تقع وتتعب وتعرف انك انت كنت غلطان لما سبت الفرصة تروح من ايديك، لان الايام بتعقد وبتصعب وتخلي الامور تبقى غير الاول. على رأي الشاعر اللي بيقول ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا يلين اذا قومته الخشب. اما يكون غصن طري تقومه، اي واحد بتاع زراعه يلاقي لك شجره مايله كده يقول لك حط لها دعامه اعدلها، تتعدل على طول وتمشي مظبوط. لو سبتها لغايه لما تنشف تقدرش تيجي تعدلها، تتكسر. ليه؟ لانك تاخرت، تاخرت.
زي ما قال القديس دوروثيوس، قال سهل انك تنزع عشبة من الارض، لكن لما تستنى لما العشبة دي تبقى شجرة ضخمة تقدرش تنزعها، عايزة بقى فاس وبلطة ومنشار وشغلانة طويلة يعني مش سهل، وجايز تموت. فما يصحش ابدا ان الانسان يتأخر، لا يتأخر في التوبة ولا يتأخر في عمل النعمة فيه، في زيارة النعمة. ولذلك الرسول يقول ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. يعني لو انت ما تستجبش على طول يبقى قلبك فيه قسوة، ما فيهوش استجابة لعمل ربنا. ده الخطية مرض روحي زي المرض الجسدي، في مرض تتأخر عليه يجي وقت يبقى يقول لك حالة لا يرجى فيها شفاء، انتهى. خصوصا من الامراض الخطيرة زي امراض السرطان او غيره، يقول لك ان عرفت في اوله يبقى شفاؤه سهل، لكن تسيبه لغاية لما يتشعب ويمتد. طب تطلع منه ازاي؟ شوية زكام يجيلك تعالجهم في الاول مرة، سبتهم جايز يعملوا نزلة شعبية، سبتهم جايز يعملوا التهاب رئوي. انت عارف يجرالك ايه لو سبتهم بعد كده؟ انا مش طبيب لكن عارف ان كل ما المرض يزيد يبقى من الصعب شفاؤه. كذلك امراض النفس، امراض النفس خدها في اولها وعالجها قبل ان تدخل في الامراض المتوطنة. حروب الشياطين تقدر في الاول تعالج الحرب بتاع الشيطان، لكن لو استمريت يأخذ الشيطان عليك فرصة. يعني جالك فكر رديء، الفكر الرديء تقدر تطرده في الاول، لو استمريت تلاقي الفكر ده بقى حط اساس وبنى دور اول ودور تاني وناطحات سحاب ومش عارف تخرج منه، وتلاقي الفكر يستمر معاك طول النهار، وتيجي تنام تلاقي الفكر قاعد لك تحت المخدة ولا فوقيها ولا تحت اللحاف وماشي معاك، وتلاقي نفسك سهران بيه وجاي تحلم بيه، وتصبح الصبح تلاقيه معاك. ايه الحكاية دي؟ يقول لك الفكر اخذ سلطانا عليك، اخذ سلطان عليك واخذ سيطرة لانك تأخرت في طرده، تأخرت في طرده. زي مثلا واحد يقول لك اسمح لي ابيت في الاوضه دي ليله، تقول له بيت فيها ليله اسبوع، بعد شويه يقول لك ده انا عندي حيازة للأوضة، وبعدين تخرج منها يقول لك مش ممكن، أنت المالك وأنا اللي عندي حيازة، وما رضاش يخرج. وياما ناس ضاعت منهم مباني وشقق ودكاكين وكله بهذا السبب، اتأخر في تنشئته. واحد لقى حتة فاضية قعد فيها قبل ما يطردوه، رست وثبت نفسه. في حاجات ما ينفعش أبدا. ولذلك في قضايا أيضا إن ما دخلتش فيها في أولها تروح عليك القضية. برضه في الحياة الروحية بالشكل ده الشيطان نهاز فرص، تديله فرصة يستغلها على طول ويثبت أقدامه. تقول له امشي يقول لك مستعد جدا، بس يعني نمشي الأسبوع الجاي ضروري دلوقتي. تقول له لا النهاردة، يقول لك طب خلاص النهاردة خليها للغروب. الحكاية مفيش، يفضل قاعد لغايه لما يثبت اقدامه. ايضا في النواحي الروحيه الايجابيه ما يصحش الانسان يؤجل،
ولا يتباطا. يعني جالك شعور بالصلاة روح صلي على طول، ما تقولش لما يجي معاد الصلاة اصلي، قول لا هو المعاد دلوقتي، هو المعاد ما دام جالك شعور يبقى ده معاد. مش تقول انا بصلي باستمرار قبل ما انام لما يجي معادها، لا ما دام جالك شعور صلي الوقت صلي، ولو في سرك ولو وانت ماشي ولو وانت قاعد. كتير من الناس لما يجي لهم شعور يصلوا وما يرضوش يصلوا، يتمنى يصلي بعد كده وما يعرفش، ويلاقي ملهوش نفس ساعات. لا تؤجل، لا تؤجل. يعني مثلا الصلاة بيقول يا الله انت الهي اليك ابكر عطشة نفسي اليك، ده المزمور بيقول. اول ما تصبح الصبح على طول تصلي، تفتح عينيك تقول يا رب وتصلي على طول. لو استنيت هيكلمك فلان وعلان ويشغلك بموضوع وموضوع تاني، وتلاقي الصلاة ما بقاش لها رغبة عندك. ليه؟ لانك اجلت، لانك اجلت. تقول طب والنعمة؟ تقول لك النعمة بقى لقاك انت مش سائل، ربنا يقول لك انت هتحبني بالعافية، مش عايز تصلي انت حر. يقول على رأي المثل يعني تحبني تاخد لك ريال، قال له المحبة مش بالحيل، ربنا مش قبيل مش بالشكل ده. حاجة عايزة لازم تأولها، تأولها. شوف لوط لما قولوا الملكين اخرج من المدينة، هيجي يكلم انسباؤه وغيره مفيش فايدة، راحوا شدوه اخرج بسرعة، لو استنيت هتضيع زي اللي هيضيعوا. الحكاية مش عايزة انتظار، مش عايزة ايه؟ انتظار. زي عملية جراحية عايزة استئصال دلوقتي، ان ما استأصلتش المرض هيمتد ويشتد ويحتد وتبقى حكاية حكاية، وجاي تيجي تشيل المرض ما تعرفش، تلاقي خلاص ضاعت الفرصة. زي واحد راح يسأل على عيان في المستشفى على عملية، قالوا له العملية نجحت بس المريض مات. نجحت يعني استأصلوا اللي عايزين يستأصلوه بالنجاح بس الراجل مات. فانت جاي تتأخر في العملية فجاي تنجح والمريض يموت. لهذا كان الملاكان في قصة لوط بيزقوه زق، بيزقوه زق، ده لما الأم مش ماشي شدوه كده، كل واحد مسك له ايد ويلا. ليه؟ اسرع اسرع واهرب. انت فكرك الهروب تقول ههرب ههرب، لكن لو ما هربتش بسرعه جاي تضيع الفرصه من الهروب. زي واحد مثلا بيت بيتحرق، ان اتاخر في الخروج بعد كده ما يعرفش يخرج من الحريق، لكن عايز يخرج بسرعه. او يقول لك بيت قايم للسقوط، يتاخروا الناس في التعزيل ويروح وقع البيت عليهم. ما في مسائل مش عايزه تاخير ابدا، مش عايزه تاخير. يقول لك البطء والحكمه والتروي والتفكير. قل له في حاجات عايزه بطء وتفكير وفي حاجات مش عايزه، عايزه سرعه على طول. حتى البطء الزايد عن حده يضر، والتفكير اللي ياخد مدة أكبر مما يستحق يضر. كان عندنا رهف في الدير كل ما نسأله عن روحه نفكر نفكر نفكر، يعني نفكر يعني. وفين لما الحكاية تيجي لسه بيفكر؟
فبرضو حتى اللي بيفكر لازم يكون في مجال معين للتفكير ما يزيدش عنه. معين للتفكير ما يزيدش عنه. تفكر يعني تفكر الى ابد الابدين امين. تفكر في الى حين وتكون سريع. وفي امور مش عايزه تفكير، عايزه تنفيذ. في الاعتراف في التناول برضو التأخير مش كويس، برضو التأخير مش كويس. في قراءة الكتاب المقدس التأخير مش كويس. تصوروا لما يجي الشيطان يحاربك ويلاقي جنبك مفيش حاجة، لا فيه صلاة ولا فيه كتاب ولا فيه اعتراف ولا فيه تناول ولا فيه توبة، لما يقول بصيبة فرصة. عارف انت مش اصول تتأخر ليه؟ لان عدوك الشيطان عمره ما يتأخر. ده نائر الحكاية نقر، يبص يعرف الصيدة تقع امتى في ايده ولا يتأخر ثانية. عمرنا ما شفنا شيطان يأجل محارباته او يتأخر في محارباته. جدع نبيه ودقيق وسريع، سريع النجاح. بطبيعته كملاك عنده عامل السرعة موجود، فما تتأخرش عشان عدوك مش هيتأخر. عدوك مش هيتأخر. ايضا حتى في في المذاكرة مثلا واحد يتأخر فما بيضيع روحه. تقول له ذاكر، قربت على امتحان الترم الاول ولا نص السنه ولا غيره، يقول لك في سبتمبر متسع للجميع. اعتقد دلوقتي مفيش دور ثاني في سبتمبر، مش كده ولا ايه؟ لا يعني يتزنق، لغايه لما يتزنق يلاقي الدقيقه ما ليها حساب. ودايما اللي بيتاخر بيضيع. خدوا مثل اخر عن الاسراع في الدعوة، في تلبية الدعوة في الخدمة. بيقول لك ابرام ابونا ابرام ابراهيم لما دعي اطاع على طول، خرج قال له اخرج من اهلك وعشيرتك، خرج على طول. قال له روح اقدم ابنك بسرعة ما اجلش. عارفين لو ابراهيم قال له حاضر يا رب هقدمه محرقة بس استنى عليا شوية، كانت دخلت سارة في الموضوع وقالت له تاخده منين؟ ده انا اهربه ولا اسيبهولك تذبحه، ابني تذبحه. كان عمل لنفسه مشاكل ابونا ابراهيم، لكن هو على طول يقول فبكر ابراهيم صباحا جدا. فبكر ابراهيم ايه؟
طبعا جدا ينهي الموضوع ويخلص، لأن وصية ربنا لا يصلح فيها التأجيل. لذلك طاعة الوصية لا يصلح فيها التأجيل ولا التأخير، زي الملائكة ينفذوا الأمر بسرعة. يقول باركوا الله يا ملائكته الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه، في مزمور 103 بتاع بارك يا نفس الرب. على طول أول ما يسمع صوت ربنا ينفذ. قال لهم روحوا لسدوم، راحوا لسدوم، طلعوا لوط اللي معاه، طلعوا لوط اللي معاه، بولوا بالشد هكذا، مش عايز تأخير. والملائكة بينفذوا من غير ما يناقشوا، ما عدوش يناقشوا. يعني جايز ابن ابوه يقول لهم الكذا، يقول له ليه وعشان ايه، طب اشرح لي وايه الحكمة كده، وياخد يهود. لكن الملائكة مفيش، ربنا يقول له اعمل، حاضر على طول ينفذ، سواء كان امر بالخير او امر بالعقاب. يعني الملاك بتاع قتل الابكار، روح قتل الابكار، على طول كان قتلهم في نفس الليلة وخلص عليهم. يعني ما يقولوش يا رب بنقتلهم ليه، ارفع سيفك على اورشليم ستعد الشعب، ارفع سيفي، ما فيش. يعني ما فيش مجال ابدا للتأخير، الفاعلين امره عند سماع صوت كلامه، بلا تأجيل بلا تأخير. هكذا الملائكة. يقول لك ربنا قال لبطرس واخوه، قال له هلم ورائي فاجعلكما صياد الناس، على طول تركوا السفينة وتركوا اللي فيها والاهل وكله راح وراه، ما عادوش يفكروا. يقول لك طب هنروح فين وهنشتغل ايه وايه نوعية الوظيفة وايه المهية وايه مكان الاقامة، مفيش ابدا. ماشي المسيح مر على مكان الجباية، موجود لاوي اللي اسمه متى، قال له اتبعني، ترك كل شيء وتابعه، عايزه سرعة. الناس التانيين اللي دعاهم ربنا وتباطأه، واللي قال له عندي 5 أزواج بقر، واللي قال له عندي زوجة، واللي قال له عندي أبويا أدفنه، اللي دعا الموتى يسلمون موتاهم، تعالى تعالى، ده أنت لو أجلت يبقى راحت عليك. زي زكا قال له اسرع وانزل على طول، وفي نفس الليلة كان في بيته، وفي نفس الليلة كان تاب والحكاية خلصت. على رأي المثل خير البر عاجله، تأجل الحكاية هتروح، اسرع وانزل، ينبغي الليلة ان انا اتعشى ببيتك. يا ما ناس اخروا شيء فضاع المعاد فتلف، والحبيب تحول وعبر، والنعمة تخل. ويا ما واحد اجل ففقد التأثير الداخلي، فقد التأثير التأثر الداخلي، واوجد لنفسه حروب خارجية بقى من جوه ومن بره. في ناس اجلوا الموضوع زي يونان، ربنا بعته مشوار قعد يتلكع فيه تلكيعة لغاية لما ربنا بعت له حوت بلعه، وحتى بعد ما خرج من الحوت لسه ما كانش تمام. يعني ده يمثل التأخير المظبوط في قبول الدعوة. ياما واحد يعرض عليه الكهنوت ويرفض ويأجل ويعتذر، وبعدين يجي وقت يشتهي فيه الكهنوت ما يلاقوهوش، ويلاقي المكان اتملى والخدمة خدها آخر وانتهت الحكاية. المسيح ربنا مثلا في مثل خروف الضال، اول ما بص في الحظيرة ولقى فيه واحد ناقص، على طول راح خرج يدور عليه. ولذلك في الخدمة لا يجوز ان واحد يؤجل في الخدمة. حل المشكلة لازم يكون بكل سرعة ومن دلوقتي، لان المشكلة اللي تسيبها جايز تتعقد وتبقى صعبة وما تعرفش تحلها.
زي واحد يجي يتلكأ في شراء بيت على بال ما يقرر انه يشتريه يكون الثمن بقضاه، يقول مش قادر وتضيع عليه. في مسائل لازم تلحقها قبل ما تتعقد، تلحقها قبل ما تتعقد، وخصوصا اللي بينحرفوا واللي بيروحوا شرق وغرب، ان لحقتش الموضوع في اوله جايز يوصل الى حارة سد ما تعرفش تخرج منه وتلاقي الامور مش عارف كانت كويس في الاول. مشاكل الاحوال الشخصية بالنسبة للكهنة، ان لحقوهاش في اولها تلحقها المحاكم ويلحقوها المحامين والحكاية تروح. في مسائل عايزة لازم تتعمل بسرعة مفيش تأجيل. نوع التباطؤ، التباطؤ يدل على عدم اهتمام، والتباطؤ يدل على ان مفيش شعور من جوه، مفيش حماس من جوه، مفيش حرارة، مفيش غيرة من جوه، عشان كده بيتباطأ. لكن الانسان اللي عنده غيرة مش ممكن، لازم يتمم الامر. اول ما الاباء شعروا ان بائسة ضاعت على طول ابتدى بواحد راح من نفس اليوم ووصل لهناك وانقذها. لو اتأخر مين عارف كان هيجرى ايه، وانقذت بائسة في الوقت المناسب. لا يصح التباطؤ في قبول الدعوة الالهية، ولا التباطؤ في الخدمة، ولا التباطؤ في انقاذ الناس. يعجبني هذا الصراف العظيم في قصة اشعياء النبي اصحاح 6، لما ربنا دعا اشعياء قال ويل لي قد هلكت لاني انسان نجس الشفتين وسط شعب. اول ما واحد من الصرافين سمع اشعياء بيقول ويل لي قد هلكت لاني انسان نجس الشفتين، بيقول لك طار واحد من الصرافين، طار بسرعة واخد جمرة من على المذبح ومسح في شفتيه وقال له خلاص انت تطهرت الان. تصوروا كلمة طار واحد من الصرافين، ملحقش ده، حتى اشعياء بقالش انقذوني الحقوني اهو، مقالش ده، قال ويل لي قتلكت، هلكت هلكت واحنا واقفين، ده ما تعطلش ابدا. هذه الخدمة اللي عايزة حماس وعايزة غيرة، اللي بولس يقول من يضعف وانا لا اضعف، من يفطر وانا لا التهب. وبسرعة لهذه الغيرة الكنيسة امكن انها تمتد. لازم يكون في سرعة في العمل الروحي، وسرعة في قطع الاسباب التي تمنع التوبة، في ازالة كل العوائق سواء بالنسبة ليك او بالنسبة للناس اللي انت بتخدمهم. السرعة في طاعة الامر سواء امر الله او امر رؤسائك او امر الاباء الروحيين او الاباء الجزانيين او اي امر. السرعة في عمل الخير، لا تؤجل ولا تعطل لألا الفرصة تروح منك، لألا الحماس يروح منك، لألا الحرارة تروح منك، لألا الشيطان يتنبه ويقول الله هي في حكاية هروب هنا فبالحقه ويبعد بقى قواته تعطلك. نكتشف كده، تفضلوا نصلي.